أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الطفوف وتلك شم قبابها، فاحطط رحالك في رحيب رحابها. هي روضة لم يخلق الباري لها، فيما براه من الرياض مشابها. فاقت على روض الجنان وكيف لا، فاقت على روض الجنان وكيف لا، وأريجها من زعفران ترابها. فقف الهوينا قاصد القبب التي تتغافت الأملاك في أعتابها، وجغت بنفسك أن تفوز بلثمتين من غاف. يا طوبى لمن يحظى بها. فإذا دنوت من الضريح فقف ولا تحبس دموعك، فهو وقت صباح بها. وزر الحسين ولو زيارة جزين، إن عاقت الأوقات عن إطنابها. وزر الحسين ولو زيارة موجزين، إن عاقت الأوقات عن إطنابها. وقل السلام عليك يا ابن المصطفى، هذي الورى لمعاشها ومآبها. يا ابن الوصي المرتضى علم الهدى، تبيان طرق ضلالها وصوابها. يا ابن المطهرة البتول ومن غدا، جبريل فوق العرش من خطابها. يا ابن المطهرة البتول ومن غدا، اقرأ جبريل فوق العرش من خطابها. يا من أعايا وارث الحسن الزكي شقيقه، وهما لدى الجنات خير شبابها. يقول فزور الحسين ولو زيارة موجزين، إن عاقت الأوقات عن إطنابها.
يقول الراوي يقول دخلت على أبي جعفر ولعله حنان بن سدير يقول دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لرجل من أهل الكوفة يقول أتزور الحسين في كل جمعة؟ قال لا. قال لف في كل شهر؟ قال لا. قال في كل سنة؟ قال لا. من الكوفة؟ من أهل الكوفة. يقول للإمام عليه السلام إنك لمحروم من الخير. إن من أدوات التوكيد وهم اللام حرف توكيد أدلوا له إن حرف توكيد واللام حرف توكيد. الإمام يستعمل أداتين للتوكيد على أنه ماذا؟ على أنه ماذا؟ محروم من الخير. ما قال لا أنت محروم، إنك لمحروم. ولذا الإنسان يتأمل في قلبه، قلبه مشتاق لزيارة الحسين، متلهف لزيارة الحسين. لولا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين. ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. يا خير اللي في زيارة الحسين، تربط الزيارة الخير، يربطوا أهل البيت زيارة الحسين بالخير. يا خير اللي فيها، يا خير اللي في زيارة الإمام الحسين. ها شو تقول؟ ها أي خير في زيارة أبي عبد الله عليه السلام؟ نعم. شوف إحنا لما يقول للإمام، ذاك يسأل الإمام ليشهدوا منافع لهم في الحج، في الحج قال له أي منافع؟ منافع الدنيا لو منافع الآخرة، منافع الدنيا لو منافع الآخرة. قال له الكل. الحج ماكو أفضل وأعظم كما في الرواية أو ما شابه هذا المعنى من الحج إلا الصلاة. ملتفت شلون عظمة الحج؟ اجي الرواية المباركة عن الإمام يقول والله لو حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره يقول لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد، لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. تفتشوا إلى نهاية الخبر. رزقنا الله وإياكم الوصول إلى زيارة الحسين وهنيئا لمن كان في هذه الليالي العظيمة عند أبي عبد الله الحسين. يقول الشيخ صالح بن العرندس وهو من أعلام الشيعة متوفى سنة 840 يقول إمام الغدى سبط النبوة والد الأئمة رب الناه مولى له الأمر إمام أبوه المرتضى علم الغدى وصي رسول الله والصن والصغر له القبة البيضاء بالطف لم تزل
تطوف بها طوعا ملائكة وفي رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة في غشفا وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان لا ثمان ولا عشر له روضة في كربلاء لفضلها يجاب دعاء من لاذ ظلا من لاذ صدقا بظلها بهذا أتت بعض الصحاح بنقلها حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له من رسول الله شبه ونسبة ومظهر أنوار الإله وهيبة إذا ومن حيدر الكرار في الحرب وثبة له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر نعم حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق ثمان ولذلك يروى في الأمالي للشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن مسلم يقول سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد يقولان إن الله تعالى عوض الحسين من قتله أن جعل الشفاء في تربته وإجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته ولذا نحن ماذا نقرأ في الزيارة السلام على آدم صفوة الله في خليقته السلام على شيث ولي الله وخيرته السلام على إدريس القائم لله بحجته السلام على نوح المجاب في دعوته إلى أن تقول في الزيارة السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته السلام على من أطاع الله
في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته والإجابة. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. نعم شفافي تربته. ابن الجوزي يذكر عن جعفر الخلدي، هذا مو من الشيعة الإمامية جعفر الخلدي، يقول كان بي جرب عظيم، جرب عظيم، يقول فتمسحت بتراب بقبر الحسين عليه السلام، يقول فغفوت ثم انتبهت فلم أجد علي منه شيئا. ثاني يرحمكم الله. ولذا نحن نقرأ في الدعاء المعوض من قتله أن الأئمة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء تحت والشفاء في تربته. نعم الشفاء في تربته، له قبة، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي. نعم أحد الإخوة، أحد الإخوة يقول يقول لما تزوجت، يقول بعد مدة بأشهر، يقول عملت تحليلا فقالوا لي إنك لا تنجب إلا بعملية، إلا بعملية، ما تنجب إلا بعملية. يقول أنا بعد شوية ترددت وكذا، يقول بعد فترة عاود سويت تحليل طلع نفس الجواب، نفس التحليل نفس النتائج، ولعله في مستشفى آخر هم كذلك. يقول فبقيت مدة متحير كذا إلى أن يقول مع التفاصيل التي ذكرها، يقول فعزمت على الذهاب إلى الحسين عليه السلام. يقول عزمت أروح كربلاء، يقول قلت أروح كربلاء، أروح عند الحسين وأدعي، توسل بالحسين واطل، مو يجاب الدعاء تحت قبته، انا اريد اروح كربلاء. يقول فذهبت فواظبت على زيارته في الثلاثه الاوقات، صبحا ظهرا ليلا، صرت ازور الحسين اجي الثلاثه الاوقات، والتزمت بصلاه الليل. يقول التزمت هم كذلك بصلاه الليل. يقول وقلت للحسين عليه السلام لا أريد الرجوع يا أبا عبد الله إلا وعندي خلف، ما أريد أرجع إلا وعندي خلف. فلم تمر تقريبا تقريبا سنة، مرت سنة وإذا به يرزق ولدا أسماه حسينا. الله صلى الله عليه وسلم.
تقريبا بعد سنة رزق بمولود، رزق بمولود، حتى أنهم أخبروه قالوا أنت ما تنجح إلا بعملية، شيء طبيعي بشكل طبيعي ما تنجح. وكان عنده اعتقاد شديد بالذهاب إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول إلى أين تمضي وأنت النعيم وسيد أجل السماء الكريم تهاون لي كل خاطب أليم شممت ثراك فغاب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي شممت ثراك فغاب النسيم نسيم الكرامة آمت من بلقعي. يقول تحج إليك ألوف ألوف وحاول ضريحك شوقا تطوف أيا على من زال أرض الطف. تقرأ اقرأ اقرأ وياي قفي في الشعر. يقول أيا على من زان أرض الطفوف تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزعي وبورك قبرك من مفزعي وبورك قبرك من مفزعي وبورك قبرك من مفزعي إن أعيش بقربك في جنة فأنت النعيم بلا منة أيا فرج الله في محنة أي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي سيبقى انتصارك في كل حين طريق الكرامة للمؤمنين وشمسا تنير إلى الصادقين شمسا تنير إلى الصادقين فيا أيها الوتر في الخالدين فأذن إلى الآن لم يشفعي فأذن إلى الآن لم يشفعي يقول قدمت وعافوك عن مقدمي
أسيرا حسيرا كسيرا ضمي قدمت لأحرم في رحبتك سلام لمثواك من محرمي فمود كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي فمود كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا إلى الآن لم أفطم وموت كنت طفلا عرفت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي وموت كنت طفلا عرفت الحسين لا ذنب أسواره أحتمي سلام عليك فأنت السلام سلام سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم سلام عليك حبيب النبي وبرعمي طبت من برعمي قال إلى أين تمضي يقول حسين حسين إليكم أنا أنتمي فحبك يجري بمجرى دمي وقلب الكسير بكم يحتمي قدمت وعاف وكان مقدمي أسيرا كسيرا حسيرا ضمي خلقت من الشوق باك عليك فعبدك خلقت من الشوق باك عليك وكنت من الذر منك إليك فعبدك عبدك بين يديك سلام قدمت لأحرم في رحبتك سلام لمثواك من محرمي شؤون القدس غا لم يدن نسي وفيك معان حيرت كل كيس متى كان مهد بالفضائل يكتسي لمجدك آيات ظهرن لفطرسي وآية عيسى أن تكلم في المهدي وأنت إمام قبل إيجاد آدم ولم يك ذكر للمسيح بعالمي وقد فقته عند انتهاء العوالم وقد فقته عند انتهاء العوالم
عالمي فإن ساد في مجد فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم وإن ساد في مجد فأنت أبو المجد. ولذا نقرأ في الدعاء: اللهم وقم لنا هذا اليوم خير ما وغبت اللهم وغب لنا هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا كل طلبة كما وغبت الحسين لمحمد جده وعاد فطرس بمجده فنحن عائدون بقبره من بعده فنحن عائدون بقبره. يقول: يا أوسع سفينة يا رحمة علينا يا روح الحياة يا لحبك نجاة يا روح يا لحبك نجاة آت يا أوسع سفينة يا رحمة علينا يا أوسع سفينة يا رحمة علينا يا روح الحياة يا يا ابن يا ابن المصطفى المرسل يا آيات تترتل أنت المصحف المنزل نقرأك بوريدنا نقرأ أي يا آية من الكوثر يا شبل الوصي حيدر بيك أقل الولاة فخار يا عزنا وسندنا يا أي مثلت الفضل كله ميلادك ألف أقله هل محفل إليك يحلم بيك إحنا نسعدنا بيك أي يا شمس الوجوه يا رمز الخلود يا البيك حيينا يا رحمة علينا يا البيك حيينا يا رحمة علينا يا روح الحياة يا لحبك نجاة يا روح آت يا الحب يلا كله نقرأ سر هذا الخلق عندك ما حد يوصل لحدك يشهد يا الولي مجدك مجمع للفضائل مجمع أي نورك بان مصباح ومجدك موطن الراحة رد الفطر سجناحة لما نجاك سايل لما نجاك أي يا ابن الزغر شافيته ورد فرحان خليته مجدك صار له بيتي يا حي
الجمال والشمايل يا حلوة اقرأ يا أغلى حبيب يا أحدق طبيب يا أغلى حبيب يا أغلى يا أحداق يا أحداق طبيب منه غيرك منه لينا يا رحمة علينا غيرك منه لينا يا رحمة علينا يا أوسع سفينة يا أو اقرأ اقرأ ليش ما تقرأ يا أو يقول في وسط القلب ساكن يا ضغر يا باطن لأسرار الرسل خازن يا حاوي علمها يا حاوي علمها اي تعلمت منك ونقلت للشرع عنك ومن افضالك ومنك ظل عالي علمها ظل عالي اي تتغذى على علمك دمها فدوى قل دمك ولما تقسم باسمك الله يبر قسمها الله اي كل الانبياء تعشق كربلاء كل الانبياء تعشق كربلاء اي وحماي الضعين يا رحمة علينا يا رحمة اي يا رحمة علينا يا اوسع سفينة يا اوسع سفينة يا رحمة يا رحمة يقول يا روح النبي الازغر بفضلك فضلك هالفلك يفتر سبحان الذي صور يا الوالي جمالك يا الوالي اي بنوارك القدسية والصورة الإلهية وقفت حايرة من هيبة جلالك من هيبة اي لما انشاهدت نورك يجت يا الوالي تزورك وتتعطر من عطورك والطالع كمالك والطالع اي يا آية جمال فاقت للخيال اقرأ يا فاقت للخيال يا صورة نبينا يا رحمة يا صورة يا صورة نبينا يا يقول وبهذا الحفل نسأل يمتى الكربلاء نوصل نمشي واحنا نتأمل هيبة كبريائك هيبة اي برض الطف تجنن ولما نوصلك جنة في روضة من الجنة جنة كربلاءك جنة ايوه ونسألك الينا حضر واشفع لنا في المحشر بمحبتك فلا نخسر يا الوافر عطائك يا الوافر اي لان انت الضمان لان انت الضمان
ندخل بالجنان غيرك منه لينا يا رحمة علينا يا أوسع سفينا أفضل الصلاة والسلام عليك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولما قرب وضع الزغراء بالحسين الوجيه سلام الله عليه ابن رسوله أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنان إذا أراد أهل الجنة أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها قال أوحى الله إليها أن اهبطي إلى ابنة حبيبي وأوحى الله إلى رضوان خازن الجنان أن زين الجنان كرامة لمولود يولد في دار الدنيا وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قنديل من الملائكة يقول ابن عباس والقنديل ألف ألف ملك اللهم صل على محمد وآل محمد ولما غبطت لعيا على فاطمة عليها السلام سألتها كيف حالك قالت بخير ودخل فاطمة الحياة لا تدري ماذا تفرش لها وإذا بحوراء من الحور نزلت ومعها درنوك من درانيك الجنة فبسطته فجلست عليه لعيا وبينما هي كذلك والزغراء لا ترى ألما ولا وجعا والنور يشرق منها إذ وضعت بالإمام الحسين